جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمسحوا على الجوارب بالرغم من أنني مقيمة في البيت، لكنني أشعر ببرودة شديدة في قدمي عند الوضوء. هل هناك من شروط للمسح على الجوارب، وهل هي خاصة للمسافر أم تجوز للمقيم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المسح على الجوارب على الصحيح من قول العلماء بشرط أن تكون الجوارب ساترة للقدمين، تكون سافرة للكعبين وما تحتهما، وأن تكون صفيقة، يعني ليست شفافة بل تكون صفيقة تستر ما وراءها. فإذا لبست هذه الجوارب وأنت طاهرة يعني متوضئة جاز لك المسح عليها. والمسح على الجوارب مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها.